رغم جاهزيته الفنية، لماذا يستمر إغلاق مطار الركان؟ من يرفض فتح المطار ويفاقم معاناة المواطنين؟ وهل سيصعد الشارع الحضرمي من غضبه إزاء هذا الاستهتار بمصالحه؟ أهلا بكم. قال وزير النقل صالح الجبواني إن مطار الريان جاهز لتقديم خدماته للمسافرين في مدينة المكلا، غير أن أطرافا عليا تقف وراء رفض افتتاحه منذ 4 سنوات. تصاعد غضب المواطنين إزاء هذا العبث وتجاهل معاناة الناس ومصالحهم، إذ نظمت مكونات سياسية واجتماعية في محافظة حضرموت وقفة احتجاجية صباح اليوم الخميس أمام ديوان المحافظة للمطالبة بسرعة افتتاح مطار الريان. ورغم تكرار وعود الحكومة ومحافظ المحافظة إلا أن المطار لم يفتح، فيما يشير إلى أن هناك أطرافاً أعلى سلطة من المحافظ تمنع تشغيل المطار. وهنا نتساءل، ما هي مسؤولية الحكومة الشرعية؟ ما هي مسؤولية أبوظبي التي تحظى بنفوذ عسكري هو الأكبر في المحافظة؟ ينتظرون منذ 4 سنوات افتتاح مطار مدينتهم الوحيد، مطار الريان في المكلا، المطار الذي لم يفهم أبناء حضرموت حتى الآن لماذا لم يتم افتتاحه رغم الاحتياج الإنساني والاقتصادي الملح للمواطنين. اليوم خرج مواطنون في وقفة احتجاجية للمطالبة بفتح مطار الريان بعد أن سئموا من الوعود الوهمية لمحافظ المحافظة فرج البحصني بافتتاحه. صباح اليوم الخميس منعت السلطة المحلية جموع المواطنين القادمين من خارج المكلا من الدخول إلى وسط المدينة والمشاركة في الوقفة الاحتجاجية بحسب بيان الوقفة. نحن شكلنا كل الصعوبات، تعابة ومات حتى اللي يسافرون يموتون في الطريق، ما قادرين يمشون في الباصات. ومن ضمن أنا جاي من عمان قبل أمس، أنا يعني بعدني حقت عمان إلى عمان في الباص، نوصل عمان غني ميتة عيوني مرمى، نطلب مطار قبل كل حاجة، مطار الريان يفتح قبل كل شيء، يفتح مطار الريان، هذا مطار مش قاعد عسكرية. وزير النقل صالح الجبواني قال لقناة بلقيس إن المطار جاهز لمباشرة عمله، لكن من أشار لهم بأصحاب القرار يرفضون ذلك، فمن الذي يرفض افتتاح المطار يا ترى؟ خلال الفترة الماضية كانت القوات الإماراتية هي من تسيطر على مطار الريان، وكشفت تقارير حقوقية أن أبوظبي استخدمت مرافق المطار كسجن غير قانوني لمناهضي السياسيين في الوقت الذي فتحت فيه الملاحة لقواتها العسكرية وقيادة الانتقالي خلال الفترة الماضية. الشرعية هي الأخرى لم تفي بوعودها المتكررة على مدى السنوات الماضية. آخر الوعود أطلقها البحسني في أمسية خلال رمضان الماضي قال فيها إن السلطة المحلية أبلغت الحكومة جاهزيتها لافتتاح المطار وأنهم في انتظار رد الحكومة لتحديد تاريخ الافتتاح. فما هي إذن مسؤولية الشرعية؟ وما هي مسؤولية الإمارات؟ وما هي أيضا مسؤولية قيادة المحافظة التي تعد في وجه المدفع كما يقال؟ ظل الوضع كما هو عليه 4 سنين، من 2016 إلى الآن، ميناء عدن على حصار، ميناء المكلا على حصار، ميناء مطار الريان، مطار عدن الدولي لا زال في حصار على هذه المواني الجوية والبرية من قبل دول التحالف، ولا نعرف ما السبب. اليوم يقولون 5 سنين وتحررت حضرموت، فين تحرير حضرموت؟ نحن ناشد التحالف العربي ما فيهم السعودية ودولة الإمارات والشرعية برئاسة عبد الرب المنصور هادي ومحافظ البحسني، أن يغيتونا أن يغيتونا يغيتونا يغيتونا، لما امتى لما امتى؟ تعبت الناس، ماتت الناس، سافر لمان أميال لسيون. قضية المطارات اليمنية قضية يكتنفها الكثير من الغموض وتقاطع الإرادات بين الحكومة والرياض وأبوظبي، فمن غير المفهوم أن يمنع التحالف بشكل متكرر طائرات اليمنية من الإقلاع أو الهبوط في مطارات البلد السيادية، وأن يمنع مطارات مدن محررة أن تباشر أعمالها في خدمة المواطنين ومصالح البلد. لكن المخجل أن كل هذا يتم في ظل صمت لقيادة الشرعية، إلا من تصريحات موسمية للوزير الجبواني، تصريحات ليس لها حول ولا قوة. مجددا الترحيب بكم مشاهدينا الكرام الى هذه الحلقه من المساء اليمني، كما ارحب بمن ينضم الي هنا في الاستوديو الاعلامي السيد صلاح بابقي. اهلا بك سيد صلاح، حياكم الله. اذا سيد صلاح، احتجاجات مطالبه بفتح مطار الريان بحضرموت، دعنا بدايه نتساءل،
من يسيطر ويتحكم بالمطار هناك؟ أولا تحية لك ولجمهور قناة بلقيس الكرام، واسمح لي أولا في البداية أن أوجه التحية والتقدير لكل من خرج في المكلة للتعبير عن احتجاجه على إغلاق المطار، لأنه التعبير عن المواقف في المناطق المحررة في الجنوب صار عملا مكلفا، يعني يستحق فعلا أن نشكرهم عليه ونشد على أيديهم على المواصلة من أجل أن يظهر فعلا الصوت الحضرمي والصوت اليمني بشكل عام تجاه يعني حقيقة الكوارث التي تصيب منطقتنا، رغم أننا يعني كنا نأمل فعلا من أن الأمل قد أتى إلى اليمن بشكل عام ومناطق الجنوبية بشكل خاص، لكن للأسف لم يتغير شيئا. من يسيطر؟ يعني حقيقة هذا من الأسئلة الصعبة أن تطرح، صعبة على القلب، لأنه هذه أرضنا وهذه أهالينا هناك، ولكن من يسيطر عليها هم أناس أجانب للأسف الشديد. مطار حضرموت هو مطار المكلة، ثم أصبح مطار الريان أرجعوا اسمه لذلك، وليتهم يعلقوا لوحة يعني بعنوان مطار الإمارات ومن يعز عليهم. هذا المطار الآن يعني لم يعد يستخدم لصالح الأهالي، وإنما لصالح مغنيين مثلا يأتون إماراتيين يدخلون إلى المطار، أو مثلا يعني بعضهم يقول حتى الكلاب البوليسية إذا تعرضت للإصابة تستخدم المطار لكي تذهب للعلاج خارج اليمن. للأسف الشديد هذه مأساة، ولابد أن نتطرق إليها، لأن القضية الآن ليست قضية سياسية، هذه قضية إنسانية، حق الإنسان في التنقل. لماذا يمنع اليمنيون من استخدام مطار هو جزء من سيادتهم على الأرض اليمنية؟ طيب هذا يعني يدفع للتساؤل، بداية كيف وصل الأمر إلى أن يعني يسيطر على المطار أو يتواجد بالمطار هذه القوات الإماراتية غير اليمنية كما تفضل؟ هو يعني تاريخيا، يعني نحن نتكلم عن التاريخ البعيد، بعد ما صارت مشكلة الحوثيين واستيلاهم على العاصمة صارت هناك بعض الارتباكات الأمنية، والقاعدة أعلنت عن وجودها في مدينة المكلا، ومن ذلك الوقت تم إغلاق المطار. لكن يعني مع وجود القاعدة في ذلك الوقت كانت هناك أيضا فرص لاستخدام الموانئ للإمارات حينما بعد ذلك تم تحرير عدن. يعني فمنذ ذلك الوقت وحتى الآن وهم يخوفون من قضية الاختلالات الأمنية. طب لماذا لا يتم مكاشفة الناس عن طبيعة هذا الخطر؟ يعني هل وجود معتقلات داخل مطار المكلا أو غيره من المناطق آمنة و تسير الأمور عال يعني للمحققين وللمحتجزين هناك، ولا يتم توفير الأمن لطائرة تقلع من أجل أن تنقل المرضى والسكان؟ يعني دائما الأسباب التي تطرح هي أسباب غير منطقية وغير معقولة عند الناس. الآن المطار منذ عام 2015 و2016 والوعود تلو الوعود من رئيس الوزراء السابق يعني خالد بحاح، ثم أحمد عبيد بن دغر، ثم الآن معين عبد الملك والمحافظين، يعني الآن أحمد بن بريك الذي يقود حراك انفصالي يعني ومعارض للحكومة الشرعية مع المجلس الانتقالي. نعم، هو نفسه كان يعد في 2016 أنه سوف يتم فتح المطار. الآن نحن في 2019 والناس تموت، يعني نعرف قصص لأناس يموتون بسبب عدم وجود الطريق الأسرع للوصول للمستشفيات بسبب إغلاق المطار. المحافظ البحسني أيضا كان وعد، نعم، تقريبا في فبراير من هذا العام بفتح المطار في هذا السياق، إلى الآن يعني لم يفتح. طيب في سياق الحديث عن المطار هناك من يتحدث أو هناك تقارير صحفية أجنبية، مواقع إخبارية أجنبية أيضا ومحلية أيضا تتحدث عن وجود معتقل في مطار الريان. نعم. ما طبيعتهم؟ ما صحة مثل هكذا؟ نعم، هذه التقارير ومن منظمات حقوقية مشهود لها وتستخدم تقاريرهم، يعني المنظمات الدولية يعني تتحدث أن هناك فعلا تحويل لمطار المكلا إلى ثكنة عسكرية إماراتية، ويتم اعتقال فيها الناس واستجواب الناس، ونعرف ناس كانوا معتقلين فيها وخرجوا، يعني يذكرون ذلك أنهم معتقلون في مطار الريان، ويتم يعني حتى ليس ليت يعني يكون هذا الإجراء إجراء يعني محافظ على حد أدنى يعني من الضمانات الحقوقية، بالعكس هناك تعذيب وهناك أمور لا يقبل أن تكون
في جهة سيادية للجمهورية اليمنية، هل نقول أنه ما يحدث هو احتلال؟ لا نريد أن نقول ذلك، لأنه الإمارات دخلت إلى اليمن ضمن تحالف عربي لدعم الشرعية، وهي يعني المفترض أن يكون في إطار الشراكة مع الحكومة اليمنية، فلماذا يتم ذلك؟ لكن هذه الممارسات كثير من يوصفها بأنها ممارسات محتل، يعني عدم قبول أو عدم إتاحة المجال للجهات المحلية للمواطنين لاستخدام هذا المطار المنفذ الجوي في المكلا بهذا الشكل وبعد الكثير من التوجيهات يوصف كثير بأنه فعل احتلالي. هو للأسف أنا قلت لك لا أريد أن أسميه ذلك، لأنه حتى الآن نحن نريد أن تكون الإمارات شريكة للشعب اليمني في إنقاذه من الحوثيين وإنقاذه من كل الاختلالات الأمنية، لكن استمرار هذا الانتهاك للسيادة اليمنية واستمرار الانتهاك لحقوق الإنسان اليمني سوف يطور ويعقد المشهد. الآن المظاهرات خرجت في المكلا، وقبل ذلك خرجت في عدن مظاهرات تندد بممارسات الإمارات، يعني هل يريدون الوضع أن ينفجر أكثر من ذلك؟ نحن نريدهم أن يحكموا عقولهم فقط، لأنه أي اختلالات أمنية في اليمن سوف ترتد بعد ذلك عندهم. يعني ف الأمثل والأعقل أن يتم إعادة العلاقة بين الشرعية وبين التحالف العربي وخاصة الإمارات من أجل أن يضمن مصالح الجميع، أما أن تتصرف الإمارات بهذه الطريقة بمعزل عن إرادة الحكومة اليمنية فهذا حتى في القانون الدولي سوف يحمل الإمارات خطورة كبيرة. دعنا نشرك معنا في هذه النقطة سيد زياد عمر العكبري الشخصية الاجتماعية التي تنضم لنا عبر الهاتف من حضرموت. أرحب بك سيد العكبري، يعني في سياق الحديث عن مسألة مطار ريان عدم افتتاحه إلى هذا الوقت رغم الوعود الحكومية رغم وعود المحافظين المتتالية كما أشار لها السيد صلاح هنا، هل للفعاليات الاجتماعية والقوى السياسية مسألة دور ضاغط على الحكومة وعلى المحافظة في سياق الضغط لفتح هذا المطار هذا المنفذ الجوي للمكلا؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، وشكرا جزيلا لهذا الاستضافه من قبل جهات بلديف، وشكرا على هذا السؤال. بالنسبه للسؤال اللي جاء من عندكم بالنسبه لمنظمات المجتمع المدني والقوى السياسيه بمختلف اتجاهاتها طبعا، والناس جميعا طبعا متاثرين من استمرار غلق أو استمرار المطار مغلق إلى هذه الفترة بعد 4 سنوات من طبعا خروج القاعدة من المكلا، وأصبحت المكلا آمنة وأعتقد أن المطار جاهز. طبعا في ضغوطات كثيرة ما شتى يعني يمارسها الناس من خلال ندوات الإجراءات وبعض الوقفات ومن أيضا كتابات على التواصل الاجتماعي على الصحافة. طبعا الناس تعبت وناس تأثرت كثير باستمرار هذا الإغلاق لهذا المطار الحيوي شريان الحياة. ما هي مظاهر هذا ما هي مظاهر هذا التأثر سيد العكبري؟ ما هي مظاهر هذا التأثر؟ والله مظاهر التأثر كثير، مظاهر كثيرة جدا جدا لا حصر لها، ولكن سأجيب لك بعض المظاهر. طبعا هذا اغلاق المطار طبعا تاثرت الناس البسطة من السفر الى مسافات طويله اما الى عجل وقطع 600 كيلو متر او الى سيول تحديد 300 كيلو متر والطريق مكسره والطريق متعبه. ايضا هذا بالنسبه للزائرين، ولكن ايضا بالنسبه للزائرين من المغتربين وغير المغتربين والتجاره والسياحه، هذا واجهه بوابه الناس تاثرت، وكثير من الناس طبعا يحصل لهم حوادث في الطرقات البعيده، وكثير من الناس تتعب في الطريق، وكثير من الناس لا توصل، وبعضها يعني وصلت متعبه. هذا المطار شريان حياه، اغلاقه لا يجوز تحت اي ظرف من الظروف او استمرار اغلاقه. طيب الآن يعني في سياق وجود احتجاجات ترفض استمرار هذا الإغلاق، ترفض أيضا إن صح التعبير الاستيلاء
الإماراتي على مطار الريان في مدينة المكلا إغلاقه تحت يعني أمام المسافرين اليمنيين بدون أي مبرر، برأيك إلى أي مدى ستسهم هذه الاحتجاجات في إعادة افتتاح إعادة فتح المطار أمام حركة الملاحة؟ بالنسبة بقول لك أنا بالنسبة لمطار الريان في الفترة الماضية الأربع سنوات كان الأمر مبرر وفي من الأجر من التمثل الإخوان. أنا بتكلم بصراحة ونحن وقفتنا غير مسيسة وليس ضد حد، نحن غير مسيسة، نحن دول شعبية دول جماهيرية اجتماعية من عامة الناس تطالب بفتح هذا المطار. بالنسبة للإمارات العربية المتحدة أنا أقول هذا رأيي الشخصي كمواطن من أبناء هذه المنطقة، هم قوة من دول التحالف العربي حسب الإدارات المتحدة، وأيضا هي ساهمت بصراحة في تحرير المكلا ودعم الدول المحلية، وأيضا ساهمت في تأهيل المطار وفي في في إعادة تأهيله من جديد. ولكن السؤال الذي حيرنا انه بعد هذه الفترة الطويلة الى ماذا يتم هذا الاستمرار واستمرار اغلاق المطار؟ نحن طبعا اليوم خلينا في هذه الظاهرة وخلينا في هذه الرتبة السلمية المدنية، ليس ضد حد بصراحة، ضد الامارات ولا ضد السلطة ولا ضد الشرعية، نحن مع المطلب ومع مطلب فتح المطار وبسرعة لحاجة الناس. بعدين من في موجود من داخله من خارجه هذا مسألة تخصنا احنا، هذا مسألة تخص الدولة. أشكرك إذن سيد زياد عمر العكبر الشخصية الاجتماعية، كنت معنا عبر الهاتف من حضرموت. بالعودة إليك سيد صلاح، يعني مسؤولية الحكومة بدرجة أساسية، هل ترى أن الحكومة قادرة على الفعل فيما يتعلق بفتح المطار وفقا للظروف السياسية الحالية؟ يعني الحكومة هي المطالبة أولا بتوضيح ما يحدث في اليمن، ما سبب هذه الاختلالات كلها ومنها الآن مشكلة المطار المغلق منذ 2015. يعني للأسف الشديد شاهدنا رئيس الوزراء معين عبد الملك وهو يذهب إلى أبوظبي ويلتقي الشيخ محمد بن زايد، يعني مثل هذا اللقاء لماذا لا يتم فيه توضيح للمواطنين اليمنيين أنه تم مناقشة هذه الاعتراضات من قبل المواطنين؟ للأسف احنا وجدنا معين عبد الملك يلتقي بمحمد بن زايد حتى العلم اليمني ليس موجودا في القاعة التي هم فيها. يعني كنا نتمنى مثل ما كان ابن حضرموت الدكتور أحمد عبيد بن دغر في السابق، يعني لما وصل إلى عدن وصل مع طائرة ركاب يمنية تصل إلى مطار عدن ودخل معهم في نفس الطائرة، ليته دكتور معين عبد الملك غادر إلى أبو ظبي من خلال مطار الريان وفق مع طائرة يمنية أيضا من أجل أن ينتهي هذا الملف ويشطب. يعني الناس لا تطلب المستحيل، تطلب حقها في التنقل. يعني لماذا محافظة كبيرة، محافظة مسالمة، محافظة تريد الحياة ويريد شعبها الحياة، لماذا تحاصر بهذه الطريقة؟ يعني نحن نعرف بعض العوائل يعني يبعدون عن المطار سيئون 300 كيلومتر ويضطرون دائما إذا أرادوا التنقل والسفر إلى أن يذهبوا إلى سيئون، وسيئون أيضا مطاره ليس دائم العمل ودائما يتعثر فلماذا هذه طيب كيف يعني كيف يبرر الناس هناك في المكلا في يعني في حضرموت بشكل عام، لان ليس فقط للمكلا هي للكثير من المناطق، كيف يبررون او كيف ينظرون للمساله، لماذا يستمر اغلاق المطار بحسب ما يوضح لهم؟ ما هو هذا الذي أخبرتك، يعني هم يلومون الحكومة لعجزها وتقصيرها ويرون أن هناك طرف خارجي هو الذي يتحكم بالمشهد بشكل عام، فلا يستطيعون أن يهاجموا هذا الطرف. واستمعت قبل قليل للمتداخل، لا يستطيع أن يهاجم لأنه طرف هو يقول أنا جزء من تحالف لإعادة الشرعية. طب أين الحكومة؟ الحكومة يأتي وزير النقل وغيره وكان يقول أنه أنا أمنع أحيانا من دخول موانئ البلاد وبعض المناطق الحيوية، فالكل أصبح يشتكي ولا نعرف من الذي سوف يعطي الإجابة. هناك حلقة مفقودة، دعنا نشرك معنا في هذه النقطة الناشط السياسي سيد محمد جابر الذي ينضم لنا عبر الهاتف من حضرموت. أرحب بك سيد محمد جابر، يعني المطار مغلق، لماذا يغلق المطار؟ من بيده قرار المنشآت الحكومية الحيوية في حضرموت؟
مساكم الله بالخير جميعا. اهلا وسهلا. شكرا لقناه بلقيس. المطار يؤرق كل الحضارم. يؤرق كل الحضارم في ساحل حضرموت. نحن نعاني من اغلاق المطار. من يتحكم في المطار وفي الموانئ الرئيسيه هو التحالف. بالنسبه لساحل حضرموت طبعا مهام التحالف موكله لدوله الامارات. فالامارات هي من تشرف على ميناء المكلا، تشرف على 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 مطار الريان، تشرف على الميناء النفطي، تشرف على ميناء بلحاف. كل الموانئ الموجوده في اقليم حضرموت هي تشرف عليها الامارات، وهي المسؤوله امامنا بصراحه. بعد الدوله هي المسؤوله. يوضحوا لنا ايش اسباب الى الان المطار اربع سنوات مغلق، بينما مغلق طبعا في وجوهنا نحن، في وجوه المرضى، في وجوه الطلاب، في وجوه المغتربين. مش مغلق في وجوه في وجوه المسؤولين، في وجوه حتى الفرق الفنيه الاماراتيه مفتوح لها المطار. الكلاب البوليسيه تسافر عن طريق مطار الريان. يعني نحن لدواعي انسانيه نزلنا نطالب بفتح المطار. يعني الى متى حتى صيادينا صيادونا في منطقه شحير ممنوع عليهم الاصطياد في حرم في 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 بحرهم المحاذي لمطار الريان. يعني هذا ذل، هذا ذل وامتهان. الى متى؟ دوله يعني صامته للاسف. يعني نسمع وزير النقل دائما يتكلم ونحن في الاخير يقول لك انا امنع. طيب وبعدين؟ الشكوى لمن؟ نشتكي لمن؟ صيادونا يهانوا. تعال خذ لك 500 ريال سعودي وروح اجلس في بيتك لا تصطاد. ليش 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 الاهانه هذه؟ ليش يهينوا الناس؟ احنا معانين في ارضنا. نحن خدماتنا الخدمات متدهوره لابعد ما تتصور. الكهرباء ساعتين بساعتين تصور. والتحالف موجود. هذا التحالف جاء لمؤازرة اليمن أو جاء لإذلالنا وإهانتنا. نحن لا نرضى، والله لا نرضى. إذا رضيت الحكومة فنحن شعب لا نرضى. نحن شعب حر أبي، نحن عنداد. نحن قدمنا للتحالف هذا ما لم يقدمه أحد. يعني تصور أنت لو إحنا تحالفنا مع إيران كم سيدفع الخليجيون مقابل أن إيران تطلع من اليمن؟ احنا يجب ان نتكلم بكل صراحه، بكل شفافيه، لا نداري ولا نواري ابدا. يكفي، نحن نعاني والناس تعاني والامراض يموتوا في في في, في الطرق ما بين عدن 600 كيلو وبين سيوان 400 كيلو. هذا شيء لا يطاق. نطالب كل منظمات العالم بان تجي وتشوف حاله الامه داخل ساحل حضرموت. نحن نعيش يعني اشبه بالاحتلال. الله المستعان. من المستفيد سيد جابر، من المستفيد من احتقان هذا الشعب، من مضاعفة هذه المعاناة؟ هل يستفيد التحالف في مثل هكذا التصرفات؟ نعم نعم نعم، التحالف يستفيد ويضغط على اليمن لاستخراج اكثر مكاسب في المصالح الرئيسية زي الموانئ زي المنافذ زي هذا. كيف نحن نقع على ساحل طويل عريض، عندنا موانئ، عندنا مواقع جغرافية، عندنا مضيق باب المندب. فهذا ضغط علينا وعلى الحكومة وعلى الشعب بأن نقبل أن نسلمهم مصالح بأقل التكاليف. نحن البلد يعني ألف دولة تريد أن تحالفنا، ولكن اخترنا محيطنا العربي والإسلامي، اخترنا محيطنا العربي والإسلامي أن يكون هؤلاء حلفائنا. لا يهيننا، لا يهيننا، يعطي يدوك قطمة رز، قطمة سكر، ما ادري ايش هذا، ويصوروك وايش هذا. نطالب كل منظمات العالم ان تجي وترى عن كتب ما يدور في ساحل حضرموت. نحن مهانين، نحن تعبانين، الشعب تعبان، الشعب محتقن، الشعب محتقن. والساحه الان مفتوحه، مفتوحه لاي دوله بتدخل، الساحه مفتوحه. الله المستعان. أرجو أن تتفضل يدخل الآن في الميدان السياسي في ساحل حضرموت. الساحة مفتوحة، الناس خلاص يعني ضاقت درعا بهذا التحالف، ضاقت درعا بتصرفات الحكومة والسلطة المحلية في حضرموت. الفساد مستشري، يعني وصلت بهم إلى درجة أنه التحالف
يعني يتدخل حتى في تعيين مدير عام. ايش الكلام الفاضي هذا؟ ما يجوز هذا، ما يجوز ابدا والله. نحن متعالفين، يجب ان نكون امداد، نتعامل الند بالند، يتعاملوا معنا كذا ولا يرحلوا. بس أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا سيد. نحن لن ندار سيد جابر. نحن الشعب ونتكلم، لنا حق في الأرض هذه، لنا حق في الكلام، لنا حق في إبداع الرأي، لنا حق في كل شيء. أفواهنا ليش يسموا أفواهنا؟ ليش يسموا أصبح التحالف ضربة. أنت تقول الحقيقة أقول لك شوفني اتبعوا أصحاب الريان، شفتم يعني أصبحوا ضربة علينا ونحن في أرضنا. ليش؟ ليش بالله عليكم؟ وهذه المعاناة التي تتفاقم يوما بعد آخر. وهنا أسأل، يعني أرجو أن تتفضل بالبقاء معي سيد جابر. أسألك سيد صلاح، يعني الآن عندما تتفاقم هذه المعاناة تستمر، الحكومة يبدو أنها يعني لها حساباتها التي تمنعها من الحديث بشكل واضح أكثر من ما يتحدث الوزير الجبواني، وقد نعود لتصريحاته، لكن ماذا يستفيد، يعني ماذا يستفيد التحالف من إبقاء المعاناة بهذا الشكل، الناس بهذه المعاناة بهذا الشكل؟ من يستفيد من إبقاء الناس بهذه المعاناة؟ يعني ما قاله الأستاذ محمد قبل قليل أرجو أن يكون نقطة مفتاحة لأن يبحث التحالف في مزاج الآن الشعب اليمني، كيف كان عند انطلاق عاصفة الحزم ثم إعادة الأمل، وكيف هي الآن ردود الفعل تجاه التطورات في البلاد. أنا حقيقة يعني أنظر للأمر أن التحالف لا يريد هو يعني تضييق على اليمنيين، وإنما استراتيجيته أحيانا هي التي تؤدي لذلك. يعني معالجته تركز دائما على المعالجة الأمنية، أنا كيف أقضي على الإرهاب، كيف أقضي على الحوثيين، كيف أقضي على يعني جماعات أو كذا ربما تسبب مشكلة لفلسفة التحالف العربي. فلذلك هو يبادر لأمور أمنية هي في النهاية لا تعالج لا المشكلة الأمنية، وثم بعد ذلك تنتج له مشكلات كثيرة. يعني الإرهاب في النهاية ليس حله أن يأتي عسكري أمام كل مواطن ويمنع من ممارسة عملية إرهابية، هناك ظروف هي التي تخلق الإرهاب. عندما تمنع الناس من العمل وتمنعهم من التنقل وتمنعهم من الخدمات والطلاب، الآن هناك كثير من الشباب اليمني يحاول أن يخرج للدراسة فلا يستطيع أن يسافر ولا أن يحصل فرصته التعليمية ويبقى في البلاد. طب بطالته هذه يعني كيف تتوقع أن يستفيد منها الجماعات التي تريد فعلا الإضرار باليمن وبالتحالف؟ ولذلك إعادة النظر في الاستراتيجيات وفي طريقة التعامل مع الواقع اليمني المعقد بات الآن ملحا وضروريا حتى لا تتوالد المشكلات أكثر فأكثر. طيب في سياق الحديث عن مسألة أن هذا الأمر في نهاية المطاف مسألة سيادية بالأراضي اليمنية، هنا أسأل السيد محمد بن علي جابر، يعني إذا ما ربطنا الاحتجاجات الجارية اليوم بسياق تصريحات لوزير النقل كذلك فيما يتعلق ب يعني استمرار جاهزية المطار لتقديم خدمات للمسافرين، لكن هناك أطراف عليا تقف وراء رفض افتتاحه منذ 4 سنوات، ايضا وعود المحافظ منذ فتره ب يعني فتح المطار قبل فتره، هل ترى ان هناك محاوله باي شكل او باخر من قبل السلطه المحليه في حضرموت وكذلك من قبل الحكومه لاعاده المطار، اعاده هذه المنافذ او المؤسسات الحيويه الى السياده اليمنيه الى اداء دورها بشكل افضل لخدمه المواطنين؟ ألو تسمعني سيد محمد؟ ألو سيد جابر هل تسمعني؟ السؤال موجه لي ولا نعم لك تفضل. أقول لك نحن أمام سلطة عاجزة سيدي، سلطة عاجزة أن تفعل أي شيء أو تقدم أي شيء. إحنا ملينا الوعود، ملينا وعود افتتاح المطار، ملينا كل شيء، ملينا يقولوا إن المطار جاهز وما فيش الا اصبر الشهر هذا، اصبر الشهر القادم وحيفتح المطار وما فيش كله. وبعدين حتى التحالف كم وعد السلطه المحليه في حضرموت ب 100 مليون، الامارات وعدت ب 100 مليون دولار للكهرباء ولقطاع الصحه ولقطاع هذا كله راح ادراج الرياح.
السعودية أعطت الكهرباء منحة للمستجدات النفطية وأوقفتها. طيب هذا تحالف علينا ولا لنا؟ تحالف وصلت عاجزة أن تفعل أي شيء، عاجزة. إذا كان المطار نفسه المحافظ لا يدخل المطار إلا بإذن، طيب وتتوقع منه أن يجيب حل؟ هذا كلام لا يدخل عقل ولا ننتظر حلول منهم. ما لم تقوم رئاسة الدولة بموقف قوي تجاه التحالف وتحديد أهداف التحالف وإعادة النظر في كثير من اتفاقيات التحالف، هذا أنا أقول لك ممكن يجي حل، ولكن لا تنتظر حل. إذا كان تستمر الدولة ويستمر السلطة المحلية بهذا الضعف، بهذا ضعف أداء وضعف إبداء رأي وإبداء وجهات نظر، حقيقة هذا بتضل الأمور زي ما هي ولن تعود سيادة، ولن تعود سيادة. إذا كان الدكتور معين أو لا يلتقي بمحمد بن زايد وعلم اليمن المطنش، هذه سيادة؟ وين سيادة؟ رئيس وزراء اليمن، هذا اليمن يا ناس، هذا اليمن مش أبو ظبي ولا دبي، هذا اليمن يجلس رئيس وزراءها بدون علمها؟ وين السيادة؟ وين السيادة يا ناس؟ ايش تنتظر منهم هذول؟ ما تنتظر اي حلول ولا تنتظر اي سيادة. نسأل الله سبحانه وتعالى فقط وحده هو المعين وهو المتصرف بإذن الله تعالى، ولكن هؤلاء لا نرجو منهم شيء والله العظيم، يعيشنا وسئلنا من وعودهم وسئلنا من كل شيء. لا تموت في الجبهات، لا تموت في هذا، وهؤلاء جالسين على مكيفات وعلى ايش انت؟ هي دولة تكون في الخارج، رئيس جمهورية 4 سنوات في الرياض، ما نشز دولة في خارج الوطن في منفى وفي مناطق محررة، في محافظات محررة، كبرى المحافظات حضرموت هي محررة، عدن محررة، مأرب محررة، تعالوا جلسوا فيها، ما رسموا لكم مهامكم من داخل، ليه جالسين في الرياض؟ وهذه المطالبات بالعودة باتت رأياً عاماً بداخل اليمن، بداخل جميع المحافظات بحقيقة الأمر. جزيل الشكر لك سيد محمد بن علي جابر الناشط السياسي، كنت معنا على الهاتف من المكلا. قبل العودة إليك سيد صلاح، أرحب بمن ينضم إلينا من المكلا أيضاً، صحفي أحمد بعباد. أهلاً بك سيد أحمد. احتجاجات اليوم، استمرار يعني على خلفية استمرار إغلاق مطار الريان الدولي، طعنا بمزيد من التفاصيل حول ما هو المتوقع في الفترة القادمة في سياق يعني إذا ما تعاطت السلطة المحلية إيجابا أو سلبا مع هذه الاحتجاجات؟ سيد أحمد هل تسمعني؟ أهلا فيك أخي. أهلا، سمعنا؟ تفضل. شكرا لقناة بلغيس على الاستضافة. أول حاجة اليوم يعني ارتفعت الاحتجاجات في محافظة حضرموت، يعني بعد زيادة الوعود من قبل دولة الإمارات بفتح مطار الريان، لكن كل تلك الوعود أصبحت هباء منثورا منذ تولي المحافظ السابق أحمد سعيد بن بريك المغال إلى البحتني المحافظ الحالي، والإمارات تطلق الوعود تلو الوعود ولا تنفذ أي من تلك الوعود السابقة. اليوم خلاص الناس ضاق بها الحال في محافظة حضرموت، المرضى يعانون، المسافرين يعانون، أصبحت الحياة في محافظة حضرموت لا تطاق، كل شيء محاصر من قبل دولة الإمارات برا وبحرا وجوا، كل شيء محاصر، الناس ضاق بها الحال. يعني بدل من كان المرضى والمواطنين من الأقلاع عبر مطار الريان إلى الخارج، اليوم أصبحوا يسلكون طرق برية أكثر من 360 كيلو إلى مطار سيون، والآخر يتجه إلى مطار صلالة، وبعضهم إلى مطار عدن من أجل السفر. ومطار ريان في ساحل حضرموت هنا مغلق. لا. ليش؟ لأن الحاكم الإماراتي موجود هنا. طيب فين المواطن؟ في قيمة المواطن؟ أنتوا جيتوا دخلتوا من أجل التحالف، من أجل إنقاذ الشعب اليمني، ومن أجل حصاره والتضييق عليه. يعني في سياق الحديث عن المطالب، هذه المطالب بفتح هذا المطار لحرية حركة المسافرين، الجرحى، تسهيل دخول البضائع وإلى آخره، لكن أيضا هناك حديث عن
حملات تحريض ضد هؤلاء المتظاهرين، ما صحة هذه الأنباء؟ من الذي يحرض عليهم؟ نعم نعم نعم، منذ يوم أمس هناك نشطاء تابعين وموالين لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهناك نشطاء آخرين يعني موالين للمجلس الانتقال الجنوبي، وآخرين تابعين للسلطة المحلية في محافظة حضرموت. هناك مغرضة ضد الوقفة الاحتجاجية الذي شهدت اليوم محافظة حضرموت للمطالبة بفتح مطار ريان. هناك حملة شيطنة وتخوين واتهام المواطنين بأنهم ينفذون أجندات تابعة لدولة قطر، والآخر يتهمون بأنهم تابعين لدولة إيران. وهنا اليوم شاهدوا بأم عينهم وقفة احتجاجية سلمية نفذها أبناء محافظة حضرموت من أجل مطالب مشروعة عادلة، وهي مطالب إنسانية ليس فيها أجندات سياسية ولا فيها أجندات أخرى، من أجل المواطن. خرج اليوم أبناء محافظة حضرموت من أجل إعادة نشاط مطار ريان للخدمة والضغط. وإساء اليوم وقفة اليوم أرسلت عدة رسائل للقوات الإماراتية التي حولت مطار الريان المدني إلى سكنة عسكرية لقواتها والمعتقلين. طيب يعني في هذا السياق في سياق هذا الموقف، أرجو أن تتفضل بالبقاء معي سيد أحمد بعباد. يعني سيد بابقي، عندما نتحدث على أن يعني هناك بيان منسوب للمجلس الانتقالي في حضرموت، القيادة المحلية له في حضرموت، تتحدث على أنها تدعو أبناء المحافظة إلى عدم الانجرار وراء الدعوات المشبوهة للتظاهر، هذا كان يوم الأمس، التظاهر اليوم، في أي سياق تضع هذا الموقف؟ يعني للأسف الشديد، إذا كان رئيس المجلس الانتقالي كان يقول إنه الاستعمار البريطاني هو مجرد قدم خدمات للجنوبيين ولم يستطع أن يدنه، فكيف بأتباعه الآن في حضرموت أن يدينوا إغلاق المطار؟ أنا يعني آسف جدا أن يكون المطالبة بخير المواطنين، أن يكون المطالبة بحقوقهم، أن يكون مطالبة بقدرتهم على التنقل وعلى العمل وعلى أن يكون لهم كرامتهم في بلدهم، أن يكون هذا مزايدات سياسية بين الأطراف. هذا المفترض أن يكون محل إجماع عند الجميع، الكل يطالب بعز وكرامة اليمنيين. يعني هم في هذا السياق يتحدثون يقولون إلا أن تعيش ما تسمى بالشرعية اليمنية حالة من الهزال والتلاشي التي تتبدى بوضوح من خلال أزماتها المتوالية سياسيا وعسكريا، ما بات ينذر بدخولها حالة من الموت السريري، وعليه يعني كان هذا الهروب من خلال المطابخ المتمرسة على إدارة الأزمات وما شابه بهذه الدعوات. لماذا صارت الشرعية هزيلة؟ لماذا أداء الشرعية صار ضعيفا؟ لماذا الشرعية لا تستطيع أن تقدم خدمات للناس إن لم يكن بسبب هذه الميليشيات المدعومة للأسف من الإمارات، متواجدة في عدن وفي مناطق أخرى، وتمنع الرئيس الجمهورية أن يصل إلى قصر المعاشيق، وتمنع الحكومة أن تواصل عملها، وتمنع حتى محافظ عدن من أن يستلم مقر عمله. يعني لولا أن محافظ حضرموت يعني هو قائد عسكري أساسا لمنطقة عسكرية، وهناك منطقة عسكرية أيضا في الوادي يمنعون تجاوزات هذا المجلس الانتقالي للأسف الذي يخدم جهات خارجية عن جهات المواطنين، لكانت حضرموت أيضا تعاني بشكل مضاعف عما تعانيه الآن. لكن للأسف الشديد هم يعني يسوقون للناس الأوهام ويزيفون الواقع. يعني تخيل بعض متحدثيهم يقول أغلق مطار الريان بسبب أن الرئيس هادي يمتنع عن وجود اسم الإمارات في الشريط الافتتاحي لمطار المكلد. تخيل الضحك على عقول الناس. وهكذا دائما يريدون أن يلفتوا الناس عن المصائب والكوارث الموجودة في حضرموت وفي مدن أخرى في اليمن المحرر بردفها إلى أمور أخرى جانبية وهامشية وكاذبة. يعني تخيل الآن منطقة في شحير في حضرموت يمنع الناس من أن يصيدوا، يعني الصيادين، هي منطقة ساحلية، بسبب أن هناك ثكنة عسكرية إماراتية في تلك المنطقة، بل هناك شارع يعني يربط بين المحافظة وبين منطقة الشحر وبين بعد ذلك المكلة مغلق منذ سنتين إلى الآن. إلى الآن فتح في قبيل رمضان لمدة ساعتين، من الساعة السادسة إلى الساعة التاسعة. يعني الأهالي هناك جنوا، هناك كبار السن، هناك المراجعين، هناك الطلاب، حتى يمضوا من منطقة كان مفترض يقضوها في 20 دقيقة أصبحوا الآن يقضونها في أكثر من 3 ساعات. لماذا هذا الأمر؟
لماذا يحدث هذا الأمر في مناطق يمنية صرفة المفترض أن سيادتها لليمنيين وليس لجهات تعمل هذا الأمور؟ الآن يفترض أن يحدد اليمنيون صديقهم من عدوهم خاصة في الطرف المحلي، من الذي يريد أن يحقق مصالح الناس ويحقق مطالبهم في الكهرباء وفي التنقل وفي غيرها، ومن الذي يريدهم أن يكونوا تابعين لجهات أجنبية؟ طيب دعني أعود إلى السيد أحمد بعباد فيما يتعلق بهذه الآن التظاهرات وهذه الاعتصامات، ما هي الخطوة التالية؟ هناك يعني مع هذه الحملات التحريض أيضا هل هناك مخاوف على سلامة المحتجين أيضا؟ كيف هو الأمر؟ بالنسبة للعمليات التحريض ضد المتظاهرين في الفترة السابقة، نعم كان هناك مخاوف يعني من قبل المواطنين بحكم القمع التي تقوم بها دولة الإمارات ودولتها في محافظة حضرموت، لكن اليوم بعد تعدي 5 سنوات من الحرب وسيطرة الإمارات على المحافظات الجنوبية، اليوم لم يعد خوف لدى الناس. الناس خرجت اليوم بعد تردي كل الخدمات في محافظة حضرموت، لا كهرباء لا ماء لا طرقات لا كل شيء. يعني التحالف الآن دخل يعني منقذ للشعب اليمني، ولا دخل من أجل يحاصر الشعب اليمني هنا. ندعو محافظة حضرموت يعني لجميع الأحزاب السياسية والمنظمات المجتمع المدني إلى أن يدعموا الوقفات الاحتجاجية التي ستشهدها محافظة حضرموت في الأيام القادمة. اليوم وقفة وغدا ستكون وقفة أخرى. اليوم وقفة اليوم هي استمرار للتصعيد القادم إن شاء الله في الأيام القادمة. بالنسبة لعمليات التحريض التي تقوم بها يعني الإعلاميين تابعين الإمارات والسلطة المحلية، يعني هل يغل يعني هم يرون ان عاده فتح مطالب فتح مطار ريان يعتبر عمليات تخريبيه، هل يغل هذا؟ هناك الكثير من التساؤلات التي تحيط حول ما هو المبرر الواقعي لعدم فتح هذا المطار، وهناك الكثير من يعني هذه الاحتجاجات هي واحدة من المظاهر الرافضة لذلك. على كل حال أشكرك سيد أحمد بعباد الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من المكلا. أعود إليك سيد صلاح فيما يعني يتعلق أيضا بنقطة موجودة في بيان هذا المجلس الانتقال الجنوبي بحضرموت، يتحدث أن المرحلة شديدة الحساسية والتعقيد تستدعي يقظة ووعي بمستوى الأحداث، فهناك من يهدف إلى خلط الأوراق لتحقيق أهداف تلتقي في نهاية المطاف مع أهداف الحوثي. يعني من يخلط الأوراق في اليمن برأيك؟ من يخلط الأوراق هو من يتشبه بالحوثي في المناطق الجنوبية. هذه الميليشيا التي يعني تسمي نفسها المجلس الانتقالي مثل الحوثي في سعيها للسيطرة على البلاد من خلال القوة، والأسلحة التي لديهم هي أسلحة خارج إطار الدولة، فحين يتشابهون بالحوثي هم من يخلطون الأوراق. يعني لماذا لا يسمح للحكومة اليمنية لأن تدير أمر البلاد في داخل الأراضي اليمنية ويأتون ويديرون مصالح الناس؟ لماذا أنت تتحدث عن خلط الأوراق ولا تنظر لنفسك أنت؟ الآن أحمد بن بريك محافظ حضرموت السابق ونائب ورئيس اللجنة الوطنية والجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي يقول أنه لابد أن نحرر وادي حضرموت في تغريدة قبل أيام، وهو ينظر إلى أن الناس تعاني ليس من وادي حضرموت وإنما تعاني من مطار حضرموت المغلق. يعني هنا للأسف الشديد، يعني ما هي لما تشير هذه الأمور؟ هل هي محاولة للفت أنظار الناس تجاه مسائل أخرى؟ كيف تقرأها؟ يعني أنا أقرأ أولاً أنه هذا المجلس الانتقالي وظيفته في جنوب اليمن هو أن يكون مثل الراية التي تجعل الناس فقط يلتفتون إليها ولا يلتفتون إلى المشهد، يحاول دائماً لفت الأنظار عن حقيقة الواقع في اليمن وإشغال الناس بالمهاترات وبالمعلومات الكاذبة والمضللة، بينما الناس يعانون في داخل اليمن ولا أحد يلتفت إليهم. الناس يموتون في المعابر، يعني الناس حتى يخرجون من اليمن، تخيل أستاذ وجيه، يبقون 15 ساعة في المنفذ البري يعني في الوديعة، 15 ساعة حتى يخرج. طب ألا تتأمل أن هناك كبار في السن، هناك مرضى، هناك كذا، من ينظر إلى هذه الحالة؟ متى يتم علاجها؟ يعني الناس حقيقة يشعرون بألم شديد داخليا، وباتوا فعلا يحملون الشرعية والتحالف وكل أحد مسؤولية ما يحصل بعد هذه الاحتجاجات. هل تتوقع استجابة فتح المطار؟
نحن نرجو ذلك، لكن للأسف الشديد إذا كان التعامل بنفس التعامل القديم فلن يحدث شيئا، ولذلك لا بد من الصوت اليمني في المناطق المحررة أن يرتفع أكثر فأكثر حتى يسمع الجميع الصوت الرافض لهذه التجاوزات. أشكرك جزيل الشكر سيد صلاح بابقي الإعلامي، كنت معنا في الاستوديو في حلقة اليوم من المساء اليمني. الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.